افضل، نروح لمنتصر الازهري والشوط الثاني. عز المشاهدين تفضل منتصر. شكرا للكابتن عبد العزيز حسن، شكرا للكابتن فهد الشمري. بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الاحبه الرياضيين متابعي قنوات الكاس اينما كنتم واينما تواجدتم، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. عوده مره اخرى لاستاد البيت، عوده مره اخرى لاطار مسابقه دوري نجوم اريد لموسم 2024-2025. شوط اول انتهى بالتعادل السلبي، نعم، من خلال هذه الجولة. الشوط الأول كانت هنالك محاولة فرجان ساسي ومحاولة يوهان بولي كأبرز محاولاته وفرص الشوط الأول. واحدة كانت في العارضة الأفقية والثانية كانت اعتلت العارضة الأفقية وبعيدة عن المرمى ليوهان بولي. الشوط الثاني كيف ستكون الأمور عن عبد الله مبارك وعند بيدرو مارتينيز؟ بس تعديل سريع عزيزي المتابع في بداية اللقاء بأنه أتحدث عن سلطان جمعان اللي كان من جيل الثمانينات اللي أحرز المركز الثاني في كأس العالم للشباب، وليس المرحوم رحمة الله عليه سعيد المسند في تلك الفترة. طبعا اعتماد على نفس التشكيل الموجود من خلال هذا اللقاء، اعتماد على نفس الأسماء التي حضرت في الشوط الأول هي تحضر في الشوط الثاني. الغرافة على يمين على يسار الشاشة والخور على يمين الشاشة. في حراسة المرمى الخور أحمد بشير، عادل رضوان، خالد رضوان، عادل الرحيلي، عبد الله علي، أيمن حسين، بولي، أحمد رياض، عاطف محمد، جاسر يحيى، روبن سميدو، وبالإضافة لسفيان هني. الجانب المقابل لصفوف نادي الغرافة من خلال هذا اللقاء خليفة أبو بكر، عاصم مديبو، كومان، خوسيلو، عمرو سراج، هيونسو جانك، سيف الدين، فابريسيو دياز، فرجاني ساسي، سيدو سانو، وجمال حمد في قائمة نادي الغرافة طبعا عبر مجريات الشوط الثاني. الشوط الثاني بقيادة تحكيمية طبعا للحكم المميز اللي أخرج ثلاثة بطاقات صفراء عبر الشوط الأول، اثنين على لاعبي الغرافة، على سيدو سانو، على سيف الدين، واحدة على عادل الرحيلي، عبد الله العذبة، بالإضافة للحكم المساعد الأول جمعة محمد، والحكم الثاني محمد يوسف، والحكم الرابع حسين عبد الله السيد. كرة تنقل للناحية اليسرى. الشوط الثاني متابعي قنوات الكاس الكرام ينتظرون الإثارة والتشويق والحماس في إطار هذه الجولة الأولى، في إطار اليوم الأول من مسابقة دوري نجوم أريدو. طبعا الموسم الماضي الغرافة كان المركز الثالث، هذا الموسم كيف طموحاته؟ المباراة الأولى في هذا الموسم، الريان قص شريط الافتتاح في بداية هذا الموسم وبدأ بأن يكون هو صاحب أول ثلاثة نقاط في بطولة الدوري، ونصيب نادي أم صلال بأن يكون هو صاحب أول خسارة في بطولة الدوري، من يكون هو صاحب الانتصار الثاني أم بطولة الدوري في هذه الجولة الأولى في هذا الموسم؟ هل تشهد على تعادل في الجولة الأولى؟ نذكر بأن الغرافة خاض الموسم الماضي المباراة الأولى كان تعادل مع نادي قطر بنتيجة 4-4. عبد الله السيد عبد الله مبارك يعلم صعوبة المهمة من خلال هذا اللقاء، لكن هو يمتلك قيمة من اللاعبين فيها في مزيج من لاعبي الخبرة مع روح الشباب الموجودة. نادي الغرافة بعدة من الأسماء التي تحضر في صفوف نادي الغرافة، لجمال حمد ولعاصم ديبو، بالإضافة لخوسيلو ولكومان، أبرز الأسماء هو خوسيلو طبعا، واحد من الأسماء العالمية على مستوى الساحة الكروية. كرة تخرج إلى رمية جانبية لعناصر نادي الخور. أتمنى الشوط الثاني يكون فيه الأداء أسرع، نعم الأداء أسرع، لأنه الأجواء في ملعب استاد البيت كما تعلموا بالملعب اللي
مضاف بأجهزة التكييف طبعا والتي تساعد اللاعبين بأن يكونوا حاضرين بشكل مميز، وأجواء هي قد تساعد لممارسة كرة القدم في ملعب استاد البيت، لواحد من الملاعب الجميلة جدا، واللي كما تحدث في الشوط الأول استاد البيت اللي كان شاهدا على عديد الأحداث الرياضية يكون شاهدا في هذا الموسم بالمسمى الجديد لمسابقة دوري نجوم أريدو. كرة تعود للناحية اليسرى عن طريق الحاضر الموجود عاطف محمد، عاطف عادل الرحالي. الله الله على كرة عاطف، الله على كرة عادل الرحالي، عادل الرحالي ويوهان بولي. يوهان بولي أضاع عديد من الفرص، يوهان بولي اللي عرفناه مع نادي الريان وعديد من الفرص التي كانت ضايعة، ويوهان بولي اللي عرفناه بعد ذلك مع الغرافة، جماهير الغرافة اللي كانت ما تتحمل ضياع الفرص وضياع الهجمات السهلة. يا بولي جماهير الخور نفس الكلام، ما تتحمل في ضياع الفرص السهلة، في ضياع المحاولات السهلة أمام المرمى كما كان هذا الأمر حاضرا عبر مجريات الشوط الأول. سيدو سانو يلعب كرة، سيف الدين، سيف الدين شوط أول تحدثنا في عديد من الأشياء، تحدثنا عن معسكر الفريقين وعن رحلة المباريات الودية اللي خاضها الفريقين في الشوط الأول، تحدثنا عن الانتدابات الجديدة، عن الأسماء الجديدة في الشوط الأول، تحدثنا بأن هذا الموسم موجود فيه ثلاثة مدربين مواطنين طبعا ليوسف النوبي ويونس عليم ولعبد الله مبارك، وفي هذا وفي الشوط الأول تحدثنا أيضا عن فترة ذهبية التي تعتبر هي أيضا لنادي الخور، وفي الشوط الأول تحدثنا بأن أيضا نادي الخور هو كانت بوابة الاحتراف للاعبين العراقيين لمسابقة بطولة الدوري القطري مع تواجد أيمن حسين عبر مجريات هذه المباراة وفي صفوف نادي الخور. بطاقة صفراء موجودة، بطاقة صفراء موجودة وهي الرابعة في هذا اللقاء، الرابعة في هذا اللقاء، بطاقتين على لاعبي الغرافة وبطاقتين على لاعبي نادي الخور. من الحكم الحاضر شوط أول أيضا كان في الحديث عن آخر خمسة مواجهات جمعت ما بين الفريقين، تفوق الغرافة في ثلاثة والخور في مرة، ومباراة واحدة انتهت بتعادل. في أبرز ما حدث في الشوط الأول اللي كان عقيم الفرص، عقيم المحاولات، عديم الوصول للمرمى ما بين الفريقين، لكن العارضة الأفقية تكلمت بقدم ساسي والكرة الضائعة بقدم يوهان بولي كأبرز محاولة، كرة إلى الأمام، لكن شوط ثاني نأمل بأن تكون فيه الحماس أكثر، السرعة بشكل أكبر، التحرك للأمام بشكل أكثر، الاندفاع بأن يكون حاضر. يا بيدرو يا مارتينيز ليس المدرب البرتغالي الوحيد كما ذكرت أيضا في هذا الأمر عن الشوط الأول، بل أيضا هنالك موجود المدرب البرتغالي، لا والله هو الوحيد، هو الوحيد بيدرو مارتينيز، المدرب البرتغالي الوحيد بيدرو مارتينيز، وثلاثة مدربين إسبان ومدربين من فرنسا ومدرب واحد من كرواتيا، هو المدرب الوحيد ومدرب واحد من السويد طبعا لأسباقي. اليوم حاضر بيدرو مارتينيز، المدرسة البرتغالية التي تطورت كثيرا على مستوى التدريب في السنوات الماضية، لكن المدرسة الوطنية المحلية بقيادة عبد الله مبارك ويوسف النوبي ويونس علي اللي نتمنى من خلال المواسم القادمة يكونوا حاضرين بشكل أكبر وأكثر. كرة عالية إلى الأمام ومن ثم موجود حارس المرمى أحمد بشير يخرج على دور لا تستطيع، يلعب كرة إلى الأمام، في كرة تعود لعادل الرحالي، نقلة باتجاه عاطف محمد، عادل الرحالي عناصر الخبرة لقلبي دفاع نادي الخور من خلال هذا اللقاء، نعم عناصر الخبرة 31 عام رومان سيميدو و 35 عام لعادل الرحالي، يعني هذا لو تجيب مهاجم خفيف سريع رح يتعب روبن سميدو ورح يتعب عادل الرحيلي، لكن موجود هنالك مدافع آخر بالمناسبة خالد رضوان اللي مركز الأساسي هو قلب دفاع، يلعب كظهير أيمن في قائمة نادي الخور. خالد رضوان الابن لرضوان الشيخ مدافع كرة القدم السورية ومحلل قنوات الكاس الرياضية. كرة تلعب إلى الأمام، فرجاني ساسي يحاول في هذه الكرة اللعبة العرضية، يا خوسيلو يا خوسيلو يا خوسيلو يا
خوسيلو في الكرة الماضية، يا خوسيلو في اللعبة الماضية، يا خوسيلو في المحاولة اللي كانت موجودة. نعم من خوسيلو، ولكن حارس المرمى بشير أحمد أو أحمد بشير في اللقطة الماضية حضر على دور التصدي. عاصم ديبو يلعب كرة إلى الأمام، عمرو سراج موجودة، القوة البدنية لعادل الرحيلي طبعا يتفوق على عمرو سراج في اللقطة الماضية. لكن أبرز 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 محاولة، أبرز بداية، أبرز حضور، أبرز قوة، يبرز قوة نادي الغرافة من خلال هذه البداية. الله على عرضية جميلة، الله على فرجاني ساسي، شوف فرجاني، شوف تحرك فرجاني، لعب عرضية جميلة جدا، وخوسيلو كان أمام المرمى. وخوسيلو نعم القادم من نادي ريال مدريد المتوج بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويعتمد هنالك أو يعتبر هنالك واحد من الأقوى من الأندية القوية على مستوى إسبانيا وعلى مستوى العالم بالكل. نعم ريال مدريد، الله 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 الله، كان عن الحديث القادم من مدريد في اللقطة الماضية، وكاد أن يظهر ابن العراق في اللعبة الماضية. نعم كان الحديث عن القادم من مدريد وكاد أن يظهر ابن العراق. الله على كرة أحمد رياض، ولكن عدت يا أيمن حسين، عدت يا أيمن حسين في اللعبة الماضية. أيمن حسين ابن العراق، نعم اللي كاد أن يظهر يونس محمود اللي مثل الفريقين، ويونس محمود اللي كان حاضر على مستوى تلك الفترة مع الفريقين طبعا برفقة الغرافة وبرفقة الخور أيضا، خميس المهندي، إسماعيل علي، مطلع الألفية للأسطورة مبارك مصطفى السنياري اللي لعب لي الفريقين. لكن عينك على عمرو سراج، شوف هذه المحاولة، وكرة عدت إلى خارج أرضية الملعب، تحولت الكرة إلى ضربة مرمى. أيضا يونس محمود اللي تحدثنا عنه في ملعب المباراة، تحدثنا عن يونس محمود نعم، وتحدثنا أيضا عن النجوم العراقيين اللي بدوا من بوابة نادي الخور، لسلام شاكر، لعلاء عبد الزهرة، لمهدي كريم، لقصي منير، لهوار ملا محمد، لأيضا لنشأت أكرم اللي حضر أيضا برفقة نادي الغرافة، لواحد أيضا من أبرز الأسماء التي تواجدت مع نادي الغرافة. كرة تعود مرة أخرى، تنقل للناحية اليمنى عن طريق عمرو سراج، يلعب كرة باتجاه المدافع الكوري الجنوبي الحاضر هيون سونجانغ. هيون سونجانغ في لمسة إلى الأمام، لمسة تعود للناحية اليمنى لعناصر ولأسماء ولفرقة نادي الغرافة. محمد مبارك المهندي، خميس المهندي، مبارك سالمين، الحديث أيضا عن أحمد لحدان المهندي اللي تعتبر أبرز الأسماء اللي أنجبها نادي الخور على مستوى السنوات الماضية، وسلطان جمعان أيضا اللي كان من جيل الثمانينات في تلك الفترة واللي أحرز المركز الثاني في كأس العالم للشباب برفقة العنابي. لكن نتحدث عن نادي الغرافة وعن حضور نادي الغرافة لأسماء كبيرة في الدقائق القادمة، وعن أيام السطوة لنادي الغرافة، وعن أيام الحضور الكبير لنادي الغرافة، الأصفر اللي كان متوهج، والأصفر اللي كان اسمه قوي جدا، الأصفر اللي كان كل القارة الآسيوية تعمل ألف حساب لما كان في ذلك أو لما كان في تلك الأيام. نعم عندما كان في تلك الأيام الجميلة يا روبن يا سيميدو، ارجع للتاريخ، ارجع للصحف، ارجع للدفاتر، ارجع للتاريخ وتذكر أيام الغرافة، أيام مانع سعود، سبعان سلام، عادل خميس، أيام المرحوم رحمة الله عليه واسكنه فسيح جناته محمود صوفي، أيام المدافع الصلب يوسف آدم، أيام عامر الكعبي، أيام سعود فتح، أيام سعد الشمري، أيام بلال محمد الراس الذهبي في مرمى العراق 2006، أيام عبد العزيز علي ومصطفى آدم وراشد الكعبي وحامد شامي ومصطفى عبدي ومجيب حامد وقاسم برهان وصغير الشمري. تلك الأيام نعم التي تعتبر كبيرة، تلك الأيام اللي كانت لقائمة من لاعبين دوليين مؤثرين من الثمانينات حتى الألفية بقميص نادي الغرافة وبقميص الفهود عبر تلك الفترة.
نعم، وجماهير الغرافة عندما نذكر هذه الأسماء تتحدث وحال لسانها يقول ما أجملها من فترة وما أحلاها من أيام، ولا ليت الزمان، ألا ليت الزمان يعود يوما ليتذكر الغرافة. كرة الملعوبة العالية، خوسيلو القادم من العاصمة مدريد، هبط الطيارة في عاصمة القطرية الدوحة، وكاد راسم بأن يسكن مرمى نادي الخور. نعم، كاد راسي خوسيلو بأن يسكن في مرمى نادي الخور. القادم من العاصمة مدريد يعود بفرصة ثانية خطيرة يا خوسيلو. جماهير الغرافة تريد أن تظهر بشكل أكبر يا خوسيلو، تنتظرك بطريقة أفضل يا خوسيلو. شوف العرضية، شوف اللعبة، فرجاني فرجاني، هو ساسي، هو ابن تونس اللي كان على العرضية الأولى الخطيرة. لكن خليني أتحدث على أحمد بشير اللي يتصدى الكرة الثانية، وكأنما يتحدى خوسيلو، وكأنما يتحدى خوسيلو الطائرة التي كانت قادمة من العاصمة الإسبانية مدريد، والتي هبطت في العاصمة القطرية الدوحة، ومن ثم ذهبت لإحدى مدن دولة قطر الجميلة هنا في مدينة الخور، وكادت راسم بأن تسكن في مرمى نادي الخور. يغادر عاصمة ديبو بعد شوط أول ممتاز لعاصمة ديبو، وبيدرو مارتينيز بهذا التبديل، خليني أتحدث بأنه ورقة هجومية، بأنه ورقة هجومية لأحمد علاء اللاعب الدولي اللي يشارك من خلال هذه الأثناء الحديث عن أحمد علاء. كرة في وسط الملعب، فابريسيو يلعب كرة دياز على طول للناحية اليسرى، كومان يحاول، كومان الروماني، كومان يريد أن يظهر عبر هذه المواجهة. ساسي، الله على كرة ساسي، لكن البرتغالي روبن سيميدو يقطع الكرة الماضي، هذه الثانية يا خوسيلو. وما زال مشجع الغرافة يترقب وينتظر، نعم، ساعة لعب من خلال مجريات إحداث هذه المباراة، ما زال مشجع الغرافة ينتظر ويترقب يا خوسيلو، هذه الثانية يا خوسيلو. المثل العربي الشهير، الأولى تصيب، الثانية تخيب، الثالثة ثابتة، الثالثة ثابتة، هكذا حال لسان مشجع الغرافة اللي حال لسانه أيضا يا خوسيلو يقول والهان 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 للعودة للبطولات، والهان للصعود للمنصات، والهان لتلك الأيام الجميلة، والهان للعودة للأمجاد. نعم، الغرافة، وما أدراك ما الغرافة، الأفضل عبر هذه الدقائق حتى الآن. الكرة باللعبة إلى الأمام، ومن ثم عبرت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. نعم، كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. بيدرو مارتينيز المدرب البرتغالي اللي لا يريد ضياع مزيد من الفرص، معسكر لنادي الغرافة اللي كان فيه خسائر. هنا الحضور الجماهيري، هنا الحضور الجماهيري، والحضور الجماهيري اللي أصبح أكثر وأكبر، نعم، في ملاعبنا لكل الأندية. وفهد الغرافة موجود، هذا فهد الغرافة موجود. نعم، بعدما توج العنابي في عام 2019، وبعد التتويج الأخير أيضا لمرتين متتالية للعنابي ببطولة كأس آسيا، أصبحت كل العيون، نعم، أصبحت كل العيون تناظر مسابقة بطولة الدوري. نعم، حيث الإثارة والتشويق، خليفة أبو بكر في اللقطة الماضية، نعم، حيث الإثارة والتشويق في بطولة الدوري التي تضم منذ السنوات الماضية العديد من النجوم اللامعين لمسابقة بطولة الدوري. الموسم الماضي كان شديد التنافس، وفارق النقطتين الزعيم السداوي حقق لقب بطولة الدوري، اللي أصبح في مسابقة بطولة الدوري أصبح ليس فقط من دوري نجوم إكسبوم ودوري نجوم أريدو، بل هو دوري الحالمين. نعم، دوري الحالمين الذين يريدون التحليق بأحلامهم بعيدا في سماء بطولة الدوري، وللعودة مرة أخرى للتتويج، وللعودة للوضعية الطبيعية التي كانت في السنوات الماضية، واحد منهم الغرافة. كرة تنقل من جديد، تلعب إلى الأمام، فرجاني ساسي، صافرت عبدالله العذبة على طول لخطأ موجود لسفيان هني،
صديق الأمس منافس اليوم، وعدة من الأسماء اللي ذكرتها وعدة من الأسماء الموجودة حاليا طبعا أيضا هي مثلت الفريقين. سفيان هني بولي ساعي الموجود من خلال هذا اللقاء، لمسة حاضرة عن طريق كومان، كومان في وسط الملعب على طول دياز، دياز أحمد علاء، أحمد علاء بدون ما يناظر بدون ما يشوف عادل الرحيلي، وهذا خالد رضوان، خطأ موجود من مسافة قريبة، خطأ موجود من مسافة قريبة جدا، وهذا الخطأ عن بعض اللاعبين أشبه بركلة الجزاء. نعم، مع بطاقة صفراء هي الخامسة يا عبد الله العذبة، أنت أخرج البطاقات وأنا أعد وأحسب معك، أعد وأحسب معك. ثلاثة بطاقات على لاعبي الخور، بطاقتين على لاعبي الغرافة. خطأ من هذه المسافة، مسافة قريبة جدا، خالد رضوان اللي ارتكب الخطأ بعد تدخل على أحمد علاء، الدعم الهجومي، مغادرة لاعب وسط الملعب محور ارتكازي مدافع عاصم ماديبو، والدفع بأحمد علاء لاعب مهاجم بيدرو مارتينيز. يا بيدرو يا مارتينيز، بالطيب بكل شيء بكل شيء، بيدرو مارتينيز يريد أن يحقق الثلاث نقاط، يريد أن يحقق الثلاث نقاط، بيدرو مارتينيز يريد أن يظهر على مستوى هذه المباراة. بيدرو مارتينيز هذا مشجع الغرافة، إن شاء الله لو يكون صح ليخطر في باله الآن مشجع نادي الغرافة، وين جنينيو، وين جنينيو، وين جنينيو اللي جننا جنينيو عبر تلك الفترة، اللاعب البرازيلي المعروف اللي يعرف الجميع، اللي كان حتى لو فاول من وسط الملعب جماهير الغرافة كانت تحتفل قبل أن يسدد. نعم، تلك الأيام، تلك الأيام، ألا ليت الزمان يعود يوما يا كومان، ذكرهم بأيام جنينيو، عيد لهم أيام كليمرسون، عيد لهم ذكريات يونس محمود السفاح، عيد لهم أيام نشأت أكرم من وسط الملعب يضربها على طول في المرمى كانت جول. ارجع لهم يا كومان بتلك الذكريات، حدثهم عن الماضي. الله 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 الله، العارضة الأفقية تتكلم للمرة الثانية، العارضة الأفقية تتكلم للمرة الثانية. في المرة الأولى كانت لهجتها تونسية، لكن في المرة الثانية هي تتكلم بالرومانية لكرة ضاعت على الغرافة، لكن ما زالت المحاولة مستمرة للناحية اليمنى، العرضية موجودة، عادل الرحيلي في اللقطة الماضية، عادل الرحيلي يبعد الكرة، بولي تراجع الخور بعض الشيء، الغرافة أصبح مندفع بشكل أكبر للخط الأمامي، كرة لسيف الدين، الغرافة أفضل من خلال هذا الشوط الثاني، الخور متراجع، الخور متراجع، 66 دقيقة، ساعة وست دقائق لعب، ولا فرصة لنادي الخور على مرمى خليفة، على مرمى خليفة أبو بكر. هذا الأمر الذي يعطي بأن ملامح الهدف الأول ظهرت. شوف كرة كومان، شوف لعبة كومان، شوف لعبة كومان في هذا الحاضر. عارضة تكلمت بالرومانية، تكلمت بالرومانية في اللقطة الماضية ومانعت النادي الغرافة بأن تدخل، الكرة مانعت نادي الغرافة بأن تدخل في اللقطة الماضية وساندت نادي الخور، وبالتالي على عبد الله مبارك بأن يتحرك. نعم، على عبد الله مبارك بأن يتحرك بشكل أكبر عبر هذا الشوط الثاني. إن لم يتحرك الغرافة سيسجل، إن لم يتحرك الغرافة سيسجل. على طول أحمد علاء يلعب كرة إلى الأمام، انقطعت هذه الكرة، سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله لأحد لاعبين هذه الغرافة. اللعب ما زال مستمر، هنالك كومان يشكو من إصابة، لكن مباراة مستمرة. جمال محمد الناحية اليمنى لجمال محمد عبر هذه اللعبة، هذه الله الله على هذا المرور في هذه اللقطة، ومن ثم هنالك راسية لأيمن حسين العائد لمساندة الدفاعات وبعض الأدوار المقدمة أو اللي يقدمها أيمن حسين هو بأن يعود للخط الخلفي ويترك يوهان بولي في الخط الأمامي، أو يعود بولي للخط الخلفي ويترك أيمن حسين في الخط الأمامي. كرة في وسط الملعب تعود من جديد، ساسي يلعب كرة، فابريسيو دياز نقلة إلى الأمام لأحمد علاء، لكن قوة عادل الرحيلي اللي مثل نادي أم صلال في اللقطة الماضية في تغطية أمام أحمد علاء صانع اللعب فرجاني ساسي،
صانع لعب فرجاني ساسي اللي صراحة يعني ساسي صنع هدفين لخوسيلو. قال له سجل يا خوسيلو. قال له أنت وضميرك يا خوسيلو. قال له اعتبرها في 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 نهاية الشامبيونز ليج يا خوسيلو. قال له افعلها كما فعلتها في بارما بايرن ميونخ يا خوسيلو. لكن تألق الحارس أحمد بشير في مرتين أمام خوسيلو وهو يتحدى هجوم الغرافة حارس مرمى نادي الخور. كرة في وسط الملعب عالية إلى الأمام من جاسر يحيى، سهلة لصاحب الاثنين متر ما شاء الله خليفة أبو بكر. يلعب كرة باتجاه عمرو سراج، عمرو باتجاه الكوري الجنوبي الحاضر هيون سو جانغ. هيون سو جانغ الهدف قادم، الهدف قادم يا جماعة، لكن في أي اتجاه أنا لا أعلم. المباراة لن تنتهي بالصفر صفر، أتوقع ذلك. غياب ياسين إبراهيمي مؤثر بعض الشيء، لو كان ياسين موجود لكانت بعض الحلول أيضا موجودة عبر مجريات هذا اللقاء. كرة في وسط الملعب، إدياس، إدياس، فابريسيو، فابريسيو، عودة لسيدو سانو، سيدو سانو، سيف الدين فضل الله، لعبة إلى الأمام، نقلة باتجاه كومان، لاعب كومان، مهاري كومان، فنان كومان، بالسرعة كومان، طويلة على 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 سيف الدين وإلى خارج أرضية الملعب. يعيدها المخرج ونعيدها ونتابع ونتفرج ونمتع أنظارنا بهذه الضربة الحرة أشبه بركلة جزاء. العارضة الأفقية وقفت مع نادي الخور ومانعت نادي الغرافة وتكلمت بالرومانية بأنه ممنوع الوصول لمرمى نادي الخور في هذا الوقت، ربما في وقت آخر، وسننتظر هذا الوقت الآخر كما سننتظر الجولات القادمة التي ستكون على صفيح ساخن. كرة بنقلة باتجاه الحاضر سفيان هني على طول الناحية اليسرى لملعب المباراة. عاطف، عاطف إلى سفيان، أمام موجود الستة الحاضر عبد الله علي الغرفاوي السابق، اللاعب السابق لنادي الغرافة سفيان. الله على التمريرة، ولكن الكوري الجنوبي هيون سو جانغ في اللقطة الماضية حول الكرة إلى خارج أرضية الملعب رمية جانبية. كرة تعود في لمسة سفيان هني، سفيان عبد الله الساعي لكرة إلى الأمام، ومن ثم هذه الكرة حاضرة على مستوى دور التغطية فرجاني ساسي، هي محاولة وتحرك هجومي ساسي التونسي. يلعب كرة إلى الأمام سيف الدين، يتحرك سيف الدين، الله على هذه الكرة، الله على هذه التسديدة يا كومان. الغرافة يهدر الفرص، الغرافة يهدر الفرص بالجملة، الغرافة يهدر الفرص بالجملة بالجملة على مستوى هذا الشوط الثاني. الغرافة أكثر محاولة، أكثر حضورا في هذا الشوط الثاني، والخور متراجع صراحة بشكل غريب من خلال مجريات هذا الشوط الثاني. كرة لضربة مرمى ترسل عالية إلى الأمام، راسية عن طريق أيمن حسين، سفيان هني، من ثم سيف الدين يقطع هذه الكرة. هذه الفرص الضائعة يعني الشيء المعروف في عالم كرة القدم، والذي تعلم أنت عزيز المتابع خلف شاشات قنوات الكاس الرياضية بأنه إن لم تسجل سيسجل عليك، نعم سيسجل في مرماك، نعم هذا الشيء المعروف في عالم كرة القدم. إن لم تعرف طريقة التسجيل، إن لم تعرف طريقة الوصول للمرمى فتوقع بأن تستقبل، فتوقع في أي دقيقة بأن تستقبل. حتى هذه اللحظة الغرافة لم يترجم الفرص لأهداف. سفيان يا سفيان، عدى هني، عدى هني، روح وتهنى يا هني في هذه اللعبة يا بولي. راسية سيسجل في مرماك، هكذا هي لغة كرة القدم. والعراقي أيمن حسين أضاع كرة الهدف الأول، أضاع كرة الهدف الأول، أسد من أسود الرافدين كاد أن يسأر في ملعب الساد البيت، كاد أن يسأر في ملعب الساد البيت في اللقطة الماضية. والقائم الأيمن، القائم الأيمن
يتمانح في اللقطة الماضية، يقف في اللقطة الماضية. ثلاث كرات يا جماعة، ثلاث كرات اصطدمت في الخشبات الثلاث، اثنين منها في العارضة الأفقية وواحدة في القائم الأيمن لمرمى خليفة أبو بكر. حطها له هو بولي، كيف ما يحب كيف ما يريد. العراقي في اللقطة الماضية أيمن حسين وضعها، أيمن حسين وجه الكرة على الزاوية، أيمن حسين. فهذه الكرة عامل التوفيق، عامل التوفيق وعامل الحظ اللي لم يخدم أيمن حسين في اللقطة الماضية ولم يخدم فرسان الخور. وكان الهدف الأول قريب في الفرصة الأولى لنادي الخور عبر الشوط الثاني. رابح يحيى، رابح بوسافي، واللي يحب اللي يسميه أصدقاء طبعا وأشقاء طبعا، أصدقاء رابح يحيى اللي يلقبون بأنيس، نعم اللي يلقبون بأنيس القادم من نادي الوكرة بعد أن قدم موسم جميل جدا. رابح أنيس اللي حاضر عبر مجريات هذا الشوط الثاني يشارك، نعم، في صفوف نادي الغرافة ويغادر جمال حمد. هؤلاء مشجعي نادي الغرافة، مشجعي نادي الغرافة. والغرافة لو ترجع عبر السنوات الماضية كان تحت مسمى نادي الاتحاد، وما أدراك ما الاتحاد، وما أدراك ما الاتحاد. كان في الاتحاد قوة، كان في الاتحاد عزيمة وإصرار لتحقيق الألقاب والصعود على المنصات عبر تلك الفترة الذهبية لنادي الاتحاد. واليوم لنادي الغرافة غياب وغياب لأيام وسنوات عجاف ما زالت تمر على نادي الغرافة، لعل وعسى أن تمطر عبر هذا الموسم بالتحديد وأن ترتوي جماهير نادي الغرافة، نعم، بعد العطش اللي كان في السنوات الماضية. اتحاد غرافة تحت مسمى الاتحاد، ثلاثة دوري، خمسة كاس سيدي سمو الأمير، واحد كاس قطر، واحد كاس الكؤوس العربية. نعم، نادي الغرافة تحت مسمى الاتحاد. كرة عرضية عالية، حلوة 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 من سيف الدين، حلوة من سيف الدين مقوى سام. نعم، كانت بالقلم والمسطرة على قدمي المهاجم في اللقطة الماضية أحمد علاء، لكن فضل أحمد علاء الشباك الجانبية ولم يفضل مرمى أحمد بشير وأن يضعها في الهدف. بيدرو مارتينيز يفكر تحت مسمى الاتحاد. تحدثنا عن ثلاثة دوري، خمسة كاس سيد السمو الأمير، واحد كاس قطر، واحد كاس الكؤوس العربية، وتحت مسمى الغرافة أربعة دوري، اثنين كاس سيد السمو الأمير، واحد كاس قطر. تلك الفترة الجمع بين الدوري والكاس كان في ثلاثة مرات، مرتين تحت مسمى الاتحاد عبر تلك الفترة، لكن واحدة 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 واحدة. الله 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 يا أيمن حسين، أيمن حسين يضيع الفرص، وليس من عادات هذا العراقي، وليس من عوائد هذا العراقي بأن يضيع السهل، بأن يضيع السهل بهذا الشكل. سفيان يصنع، سفيان يقول له هني، يقول له روح وتهنى أمام المرمى، روح وجيبها أمام المرمى، لكن فضل حسين، أيمن حسين بأن الكرة تغادر. كان عنده بولي، كان عنده بولي، كان عنده الكرة، ما مشت صح حتى مع أيمن حسين، الكرة ما مشت صح مع أيمن حسين، يعني كأنما كانت المفاجأة من قبل أيمن حسين في تلك الكرة لواحد من المهاجمين المميزين في هذه الفترة لكرة القدم العراقية اللي كان سجل على مستوى الألعاب الأولمبية من خلال المباراة الأولى. كرة تنقل للناحية اليسرى، ما زالت مستمرة. رابح يحاول أنيس في هذه الكرة، يفضل عودة للحاضر عمرو سراج ساسي في هذه العرضية اللي اصطدمت في سفيان هني مع لمسة يد موجودة في اللقطة الماضية. لمسة يد موجودة، عبد الله سر الختم الورقة القادمة، عبد الله سر الختم الورقة القادمة. ظهير أيمن ربما قد نشهد مغادرة عمرو سراج ولا سيف الدين، لأنه عبد الله يلعب في مركز الظهير، عبد الله يلعب في مركز الظهير، وبالتالي واحد من هذه الأسماء ستغادر ملعب المباراة. خلينا مع هذه الكرة
وبعد ذلك سأتحدث عن الفترة اللي جمع فيها نادي الاتحاد ما بين الدوري والكاس تحت مسمى الاتحاد اللي كانت في مرتين في 98 وفي عام 2002. سريعا مرور على هذه المعلومة اللي يعرفها الجميع سابقا، الكرة الملعوبة العالية هذه الرأسية ومن ثم تعود مرة أخرى، تنقل عن طريق عمرو، يحاول سراج عمرو إلى الأمام، عمرو صراحة في مركز الجناح الأيمن توقع بأن أداءه راح يكون أكثر وأكبر لأنه عمرو سراج عند السرعة وعند الخفة وعند المهارة، لكن بيدرو مارتينيز بعد مغادرة همبام الأمين مركز الظهير أصبح الاعتماد على 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 سيف الدين في الناحية اليسرى بعد مغادرة همبام الأمين والذهاب هنالك لنادي الاتحيل، واحد من الأسماء المميزة همام الأمين اللي يترك صفوف نادي الغرافة ذهب لنادي كبير مرة واحدة تحت مسمى الغرافة كانت في عام 2009 اللي جمع فيها ما بين الدوري وما بين كاس سيد سمو الأمير. هنالك عدة من المدربين اللي كانوا تحت مسمى الاتحاد سيلاس البرازيلي دوري 92، جمال حج البوسني في 98، وكسيد السمو الأمير في أربع مرات كانت في 95 و96 و97 و98، ولا ننسى رينييل هولندي اللي كان في 99 كاس الكؤوس العربية وفي عام 2000 كان كاس دوري كاس قطر. بارغر النمساوي أيضا اللي كان له دور اللي جمع ما بين الدوري والكاس في عام 2002 في تلك الفترة مع الغرافة المرحوم ميتسو الفرنسي اللي جمع في دوري 2004 وكاس قطر في عام 2011 سيلاس البرازيلي عبر تلك الفترة أيضا، لكن باكيتا ومن يتذكر أيام باكيتا بذلك الجيل الذهبي باكيتا البرازيلي دوري 2008 و2009 وكسيد السمو الأمير في عام 2009 مع نادي الغرافة، كايو جونيور أيضا البرازيلي دوري 2010 وكاس قطر أيضا اللي كان في عام 2010 سيلاس البرازيلي كسيد السمو الأمير في عام 2012. ويبقى جمال حج البوسني أكثر من حقق ألقاب مع نادي الغرافة، يا بيدرو يا مارتينيز 5 بطولات 1 دوري و4 كاس سيد السمو الأمير. وتلك الفترة من أكثر اللاعبين، بحثت كثيرا حتى وصلت لهذا الشيء، من أكثر اللاعبين اللي حضروا مع نادي الغرافة في تلك الفترة مع تحقيق الإنجازات، عبد العزيز علي لأنه حضر من 96 حتى عام 2018 كان متواجد مع نادي الغرافة. كرة تنقل في وسط الملعب، نصل لدقيقة 81 أصدقائي المستمعين أعزائي المشاهدين خلف شاشات قنوات الكاس الرياضية، بيت مشاهدة كرة القدم القطرية بتغطية استثنائية عبر هذا الموسم، موسم 2024-25 دوري نجوم أريد، ما زالت النتيجة سلبية، ما زال التعادل هو سيد الموقف، رابح يحاول رابح، لم يربح رابح في ذلك المرور ولكن يربح ليكسب خطأ لنادي الغرافة. سلامات رابح يشكو من إصابة رابح من أمام سفيان هني، كان هذا تدخل أيضا من الأجانب للغرافة، يونس محمود 6 بطولات وإسفالدو البرازيلي 6 بطولات، اللاعب الجوكر اللي بالمناسبة إسفالدو في واحدة من الفترات كان يلعب في أكثر من مركز، ظهير أيمن وقلب دفاع ولعب ارتكاز وصانع العاب ومهاجم، والظريف أيضا بأن يوم من الأيام بعد طرد حارس المرمى لعب كحارس مرمى في الواقعة الشهيرة التي يتذكرها جمهور العربي أيضا اللي احتج عليها العربي على الاتحاد بعد خسارته في تلك المباراة باعتبار اشتراك أو إشراك اللاعب الأجنبي في مركز حراسة المرمى، وذلك الأمر الذي كان يخالف اللائحة في تلك الفترة التي كانت تنص بعدم إشراك اللاعب الأجنبي في مركز حراسة المرمى، ويعتبر أيضا اللاعب الأجنبي الوحيد الذي حقق جميع البطولات مع النادي دوري وكاس. كرة ضربة حرة لعناصر نادي الغرافة في هذه اللعبة، هذه الكرة العالية القائم الثاني ما زالت مستمرة، هذه تسديدة ما زالت مستمرة، هي لعرضية من خوسيلو في هذا الموسم، سينتفض خوسيلو في هذا الموسم، لم يسجل حتى هذه اللحظة لكنه خطير جدا على مرمى نادي الخور، لكن عينك على هذه الكرة سيدو سانو، وكرة تحولت
إلى خارج أرضية الملعب. عبرت هذه الكرة لرمية جانبية. تبديل بعد مشاركة رابح وبعد مشاركة أحمد علاء، يأتي الدور لعبد الله سر الختم. نعم، كما توقعت وكما تحدث بأنه بيدرو مارتينيز سيخرج واحد من الأظهرة، يخرج عمرو سراج ويبقي على سيف الدين ويدفع بعبد الله سر الختم. لكن هل يلعب برباعي خط الظهر؟ يعني تبديل مركز في نفس المركز، ليس كالتبديل الذي حدث بسحب ماديب لاعب وسط الملعب والبقاء على ساسي وفابريسيو دياس في وسط الملعب والدفع بورقة أحمد علاء لتبقى زيادة هجومية برفقة خوسيلو وكومان. سيف الدين في وسط الملعب، هل هو التعادل الأول؟ هل هو التعادل الأول والغرافة؟ الأمر اللي ربما لم يحدث عبر المواسم الماضية بأن يتعادل في الجولة الأولى من خلال الموسم الماضي وأيضا من خلال هذا الموسم، لما توقع بأنه في موسمين متتاليين تكررت نفس النتيجة لنادي الغرافة وهي التعادل النقطة. نعم، كان التعادل للموسم الماضي كان أكثر حماس وكان يدل على 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 مدة الشغف وعلى على قوة الحضور لبطولة الدوري، التعادل بالأربعة مقابل أربعة. لكن حتى الآن صفر مقابل صفر. مباراة الأولى التي شهدت أربع أهداف، ثلاثة للريان واحد مصلال، نقطة للخور، جمهور الخور الحاضر المتابع والخور صاحب القاعدة الجماهيرية التي تعتبر هي كبيرة لهذا النادي، اللي عنده عشاقه وعنده محبيه وعنده متابعيه وعند الرجال التي تعمل على هذا النادي الليل وفي النهار من أجل أن يكون هنالك أفضل ظهور. سيدو سانو يلعب كرة، هني يا سعيدة، هني في لعبة إلى الأمام، الأقرب الكوري الجنوبي هيونسو جانغ يقطع، وصلت للتونسي فرجاني ساسي، يلعب كرة باتجاه الروماني كومان، يتحرك من الناحية اليمنى كومان، يتقدم كومان في عرضية كومان، عادل الرحالي صدمت الكرة واستعجل كومان، استعجل أحمد علاء في التحرك. على العموم ذهبت الكرة باتجاه أحمد بشير علي حارس المرمى. هذه التمريرة، هذه التمريرة اللي كانت حاضر هنا جماهير الغرافة، هنا جماهير الغرافة أيضا يتذكروا البطولات مع رؤساء الأندية اللي حققوا مع نادي الغرافة. حديث عن الشيخ حمد بن ثامر الثاني اللي حقق ثمانية بطولات برفقة نادي الغرافة، حديث عن الشيخ جاسم بن خليفة اللي حقق سبعة بطولات، والحديث عن الشيخ جاسم بن ثامر اللي حقق بطولتين، والشيخ الدكتور خالد بن ثاني اللي حقق بطولة واحدة وهي بطولة تحقيق حلم أبناء الغرافة وتعتبر أول بطولة في تاريخ النادي وفي بداية تاريخ البطولات مع الغرافة في عام 92، أي بعد 13 سنة من تأسيس النادي اللي كان في عام 1979. أرشيف وتاريخ كبير جدا يمتلك نادي الغرافة. نفس الكلام لنادي الخور لأبرز البطولات في عام 2005، كأس الشيخ جاسم، نعم لنادي الخور، ونادي الخور اللي لطالما كان عبر مسابقة بطولة الدوري يجلب العديد من الأسماء المهمة والعديد من الأسماء التي أحدثت بعض التغييرات في مسابقة بطولة الدوري، نعم على مستوى التنافس. الكرة العرضية يا إلهي، والنيران الصديقة لسو جانغ لولا يقظة خليفة أبو بكر في اللقطة الماضية. كرة تنقل للناحية اليسرى، يتقدم رابح، يصعد أنيس، يلعب كرة لفابريسيو الأورغواياني دياس لتوج بكأس العالم تحت 20 عام برفقة منتخب الأورغواي. هذا فابريسيو دياس، واحد من اللاعبين الشباب المميزين، فابريسيو دياس اللي كانت تتنافس عليه عدة من الأندية لكن ربح فيه وفاز في نادي الغرافة. نفس الوضع مع خوسيلو اللي كانت تتنافس عديد من الأندية على خوسيلو، نعم، لكن إدارة نادي الغرافة استطاعت خطف خوسيلو
ليقدم حضور من خلال هذا اللقاء، وثلاثة كرات لخوسيلو كلها وقف أمام هذا الرجل أحمد بشير علي اللي تألق في هذا اليوم أمام خوسيلو، وكان قويا أمام خوسيلو، وكان ردا وكان سدا وكان مانعا أمام محاولات خوسيلو. كرة وضربة حرة موجودة ترسل عالية وحارس المرمى أحمد بشير يتصدى في الكرة الماضية. أحمد بشير حارس المرمى يتصدى. كل السلامة إن شاء الله لعادل أرحيلي، يشكو من إصابة المدافع الحاضر. هل هو التعادل الأول في مسابقة بطولة دوري الجولة الأولى من دوري نجوم أريده؟ نعم، من خلال هذا الموسم 2005 كأس ولي العهد لنادي الخور، نعم يعتبر كأس قطر حاليا وليس كأس الشيخ جاسم، نعم في عام 2005 كأس ولي العهد لنادي الخور اللي حقق ذلك اللقب. أحمد رياض يترك أرضية الملعب. نعم أحمد رياض واحد من الأسماء التي تغادر في هذه الأثناء بعد أن قدم أداء مميز بالمناسبة أحمد رياض. مالك محمد حسن هو التبديل الأول. شوف عزيزي المتابع دقيقة 89-90 خلينا نقول أحمد مبارك يجري التبديل الأول، وطريقة التدوير للاعبين هي مهمة لأنه لن يستطيع نادي الخور بأن يلعب 22 جولة بنفس ال 11 لاعب، لن يستطيع أن يفعل هذا الأمر. كم يحتسب عبد الله العذبة؟ كم يحتسب عبد الله العذبة؟ من خلال هذا اللقاء بطولة الدوري، بطولة الدوري دوري نجوم أريده اللي أصبحت واحدة من أقوى الدوريات على مستوى القارة الأكبر، نعم قارة آسيا، تحقيق العنابي للقبي لكأس آسيا في مرتين متتاليتين. 10 دقائق هي كافية لمشاهدة هدف، 10 دقائق نعم هي كافية لمشاهدة هدف من خلال هذا اللقاء. كرة تنقل مرة أخرى. عدت هذه الكرة عائدة لي الخط الخلفي. من جديد عبد الله السر الختم للناحية اليمنى، يفضل عودة من ثم سيدو سانو عالية إلى الأمام في وسط الملعب من ثم ساسي فابريسيو دياز تحولت إلى الأمام، ما زالت مستمرة، وصلت هذه الكرة فابريسيو. جماهير الغرافة التي تنتظر من خلال هذا اللقاء وتترقب بالهدف الأول، لكن يبدو بأن التعادل، توقعت بأن يكون هنالك بأن يكون هنالك هدف، نعم عطفا على الإثارة من خلال الجولة الأولى، لكن سننتظر. عطفا على الإثارة والتشويق والحماس ل
اللي كنا متوقعينها قبل انطلاقة هذه المواجهة، لكن الأمر الطبيعي العودة لموسم النفس الأول من خلال هذا الموسم، العودة من معسكر من خلال هذا الموسم لكلا الفريقين، ربما من خلال المواسم من خلال الفترة القادمة، نعم الفترة القادمة بالتحديد، بأن يظهر الفريقين بشكل أفضل وأكبر. لكن قد يكون، لننتظر ونتابع. لننتظر ونتابع بأنه الدقائق القادمة الستة المتبقية، هل يظهر نادي الغرافة الكرة الملعوبة العالية الرأسية، هذه المحاولة، أو قد يظهر نادي الخور؟ ما هي ردة فعل نادي الغرافة بعد المباراة الأولى؟ ردة فعل نادي الغرافة صراحة فريقه قدم كل شيء في هذا اللقاء، الحظ عاند كما عاند رأسية أيمن حسين، نعم كما عاند فريق نادي الخور برأسية أيمن حسين. كرة إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية على يمين حارس المرمى، ما زالت مستمرة هذه الرأسية وعبرت الكرة إلى ضربة مرمى. عدت إلى ضربة مرمى هذه الرأسية سون جانغ. ضربة مرمى لنادي الخور، جماهير الخور واقفة، جماهير الغرافة نفس الكلام. العشر دقائق، خمس دقائق متبقية. على أمل بأن نشاهد هدف من خلال هذا اللقاء، وسننتظر. بطاقة صفراء موجودة على أحمد بشير، ضربة مرمى، سفيان هني، فابريسيو دياز يلعب كرة باتجاه سفيان، أو رابح استعادة للكرة في هذه التمريرة. كرة لي سفيان هني، خطأ موجود خطأ موجود لفائدة نادي الخور. خطأ موجود لفائدة نادي الخور في هذه المواجهة حتى هذه اللحظة. التعادل الأول عزيزي المتابع، التعادل الأول، نعم عبر هذه المواجهة الخور، نعم في هذه الكرة الخطيرة كان الهدف الأول في اللقطة الماضية، لكن خليفة أبو بكر وتبديل يظهر عند المهندي، يعني
الشوط الأول كان مشاهدا أو الشوط الثاني كان من بداية أحمد حسن. شوف هذه الكرة، عادل الرحالي اللي كاد أن يسجل، وخليفة أبو بكر اللي أبعد اللقطة الماضية. خليفة أبو بكر أبعد الكرة الخطيرة على مرمى نادي الغرافة. الخور كاد أن يظهر، الخور كاد أن يظهر في الدقائق الأخيرة. نعم خور مباراة القادمة أمام نادي الشحانية، طبعا نعم الخور مباراة القادمة أمام نادي الشحانية. والغرافة تنتظر مباراة في هذا الملعب أمام شباب الأهلي دبي. طبعا كل التوفيق لممثل الدوري نادي الغرافة وممثل نادي قطر، طبعا نادي الغرافة، للوصول للدور القادم في التصفيات التأهيلية الثانية. بعد ذلك الغرافة سيأتي لمواجهة النادي الأهلي لمسابقة بطولة الدوري. كرة تصل، فابريسيو يحاول، فابريسيو خطأ موجود، سلامات عادل، سلامات عادل. كل السلامة لعادل، تدخل في هذه اللقطة، يعني خوسيلو، هذه اللقطة الثانية لخوسيلو مع عادل الرحالي، اللقطة الأولى اللي كانت في الشوط الأول بتدخل عادل الرحالي على خوسيلو، وهذه اللقطة الثانية. صراحة هنالك شد وجذ ما بين عادل الرحالي وخوسيلو، وهذا الأمر الطبيعي عندما يكون التنافس قوي ما بين المهاجم والمدافع، تكون حاضرة مثل هذه الأشياء. خوسيلو ثلاثة كور أو ثلاثة كرات لخوسيلو أمام المرمى. أحمد بشير تألق فيها الثلاثة، وكرتين في العارضة الأفقية، كومان وفرجاني ساسي، راسية أيمن حسين وراسية عادل الرحالي، مع بعض الكرات التي عبرت بجوار القائم الأيمن والأيسر للاعبي نادي الغرافة في هذه المباراة. يعني لو حسبنا الفرص في هذه المواجهة من 6 لـ7 فرص في هذا اللقاء. كرة لعرضية، عبد الله السر الختم، محاولة لبر الأمان والاطمئنان، أبعد خالد رضوان إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية، ركلة ركنية لنادي الغرافة. شوف هذه الكرة، خالد رضوان أو عادل الرحالي مع أحمد علاء. عبد الله العذبة قاد المباراة بشكل مميز صراحة من خلال هذا اليوم، بالإضافة لثلاثي التحكيم جمعة محمد يوسف ومحمد يوسف وحسين عبد الله. كرة عالية إلى الأمام، راسية روبن سميدو، ركنية أخرى، هي الفرصة الأخيرة. انتهت العشر دقائق، انتهت العشر دقائق، مرت العشر دقائق، انقضت العشر دقائق، لكن تبقى الفرصة الأخيرة، ويبقى عبد الله العذبة يعطي الفرصة الأخيرة للاعبي نادي الغرافة، يعطي الفرصة الأخيرة لنادي الغرافة في هذه الأثناء. الغرافة يبحث عن الوصول للهدف الأول، يبحث عن الوصول للهدف الأول. هذه الكرة ربما، هذه الكرة ربما، فابريسيو دياز، فابريسيو إيتياز في هذه اللعبة، بيدرو مارتينيز يتابع الكرة الملعوبة العالية الرأسية، هو من ثم عادل الرحالي يبعد الكرة الماضية، عادل الرحالي ومعها. أيها السيدات والسادة متابعي قنوات الكأس الكرام، أينما كنتم وأينما تواجدتم، ها نحن ذا نصل إلى نهاية أحداث هذه المواجهة بصبرة حكم اللقاء عبد الله العذبة، ليعلم فيها عن تعادل أول في الجولة الأولى لإطار مسابقة دوري نجوم أريدو. 0 نادي الخور، 0 نادي الغرافة، نقطة نادي الخور، نقطة نادي الغرافة. كل التوفيق للغرافة في التصفيات الآسيوية في المرحلة القادمة. إثارة بطولة الدوري هي مستمرة على مستوى الجولات القادمة، دائما في بيت مشاهدة كرة القدم القطرية عبر شاشات قنوات الكأس الرياضية. شكرا لكم على حسن المتابعة، كنت معكم منتصر الأزهري، على أمل نلتقي في قادم المباريات بحول الله، دمتم بحفظ الله ورعايته. الكلمة والصورة تذهب للزميل حماد عبيد في أرضية الملعب، والزميل فهد الشمري، والكابتن أيضا، والزميل عبد العزيز حسن. فإلى هنا، السلام عليكم. هذه المباراة
برعايه.